أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين. قبيل العودة المدرسية، نقص في الكراس المدعم وارتفاع في أسعار المواد المدرسية ودعوة بالتدخل العاجل لصيانة مدرسة 2 مارس بسلينا. في قبس وقفة احتجاجية لإطارات وأعوان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تنديدا بالاعتداءات على موظفين أثناء أداء عملهم ودعوة لحماية الفرق المتجولة للغابات. المهرجان الثقافي الدولي بمدنين في دورته 40 وطنيا والأولى دوليا، تنوع في العروض المسرحية والموسيقية وتألق للمواهب الشابة. تم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة التوقيع بين الحكومة والطرف الاجتماعي على اتفاق زيادة في أجور الإطارات العليا في الوظيفة العمومية في اختصاصات الهندسة والطب والتعليم العالي. في خطوة لغلق عديد الملفات الاجتماعية العالقة، وقع رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان ونور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، وقع اتفاقية زيادة خصوصية تشمل إطارات عليا في عدة اختصاصات، ويستفيد منها المهندسون وأساتذة التعليم العالي وأطباء الصحة العمومية. اتفاق بالنسبة لأطباء الصحة العمومية تتراوح الزيادة الخصوصية من 1000 دينار إلى 500 دينار حسب الشهادة العلمية. بالنسبة للأساتذة الجامعيين تتراوح الزيادة من 1000 دينار إلى 450 دينار. بالنسبة للأطباء المستشفيين الجامعيين تتراوح الزيادة 1100 و900 و700 حسب الشهادة العلمية تاعهم. بالنسبة للمهندسين معناها الزيادة من 750 دينار إلى 450 دينار، وهذه ستكون على الدفعتين 2020 و2021. واعتبر وزير التعليم العالي سليم خلبوص هذا الاتفاق استثنائيا وتاريخيا. تاريخ الجامعة التونسية ما خديناش ارتفاع مرتب بهذه الكيفية. جامعين الباحثين المساعد سيكون له ارتفاع ب 450 دينار شهريا، الأستاذ المساعد ب 650 دينار، الأستاذ المحاضر ب 800 دينار، أستاذ التعليم العالي أعلى رتبة ب 1000 دينار شهريا. ثم بالنسبة للتكنولوجيين، التكنولوجي ب 400 دينار شهريا، المساعد التكنولوجي والأستاذ التكنولوجي ب 700 دينار. تعتبر معناها مقدار مهم ومهم جدا، إن شاء الله من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية متاع الأستاذ، وخاصة يخلي الأستاذ مركز على إصلاح الجامعة. هذه الزيادات من شأنها تخفيف الضغط الاجتماعي في الجامعة التونسية وفي قطاع الصحة العمومية، بعد أن شمل الاتفاق كل أصناف الأطباء في القطاع العمومي بما فيها الداخليون والمقيمون. هذه أول زيادة صارت في 2019 بالنسبة لليزانتيرن جانفي 2019، لكن مش يكون لو كومبليمون في جانفي 2020. وبالنسبة للمقيمين هما معناتها مش تزيدهم زيادة الكل جانفي 2020. وتتراوح الزيادة المتفق عليها للأطباء بين 500 و1100 دينار شهريا، وخصصت أقصى زيادة لفائدة الأطباء الاستشفائيين الجامعيين. في الشأن التربوي، أفادت وزارة التربية أمس أنه تم التمديد في أجال التسجيل عن بعد بالمدارس الابتدائية بصفة استثنائية ليكون اليوم على الساعة منتصف الليل آخر أجل للتسجيل، وذلك في إطار الحرص على تمكين بقية التلاميذ الذين تعذر عليهم إتمام إجراءات عملية التسجيل في الأجال المحددة من تسوية وضعياتهم. بعد أن كانت عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المدارس الابتدائية قد انطلقت في 14 من أوت الماضي لتسفر عن تسجيل ما يقارب 992 ألف تلميذ، أي بنسبة 84.5% من العدد الجملي للتلاميذ المعنيين، قررت وزارة التربية التمديد في آجال التسجيل عن بعد بصفة استثنائية ب 48 ساعة. متواصلة العملية التسجيل عن بعد حتى اليوم 5 سبتمبر منتصف الليل. كيف احنا مع المندوبية الجهوية امتعنا واللي هما مشكورين، فما نقاط باش يعملوها وباش يعلنوا عليها، معناها نقاط باش يقولوا للأولياء اللي عندهم مشاكل، فما نقاط هذوكم يجمو يلتحقوا بها باش يأطروهم. تأثير للبعض من الأولياء ممن اعترضتهم مشاكل في عملية التسجيل عن بعد على غرار عدم التحصل على معرف أو خطأ في الاسم. هنا احنا شو عملنا؟ حاطين على ذمة الأولياء عبر الموقع كيف كل مندوبية شنو ما الأرقام ولا ليزيميل اللي يجمو يتصلوا بهم، وإن هما يتصلوا مش لازم يمشيوا معناها حتى للمندوبيات، لكن يتصل بالمندوبية يصلح الاسم متاع صغيره، وبعد من فوا صلحه يكمل عملية التسجيل.
إذا كان ما عندوش المعارف متاع صغيره وقت اللي احنا نطلبوه من عنده، هو عملنا له رابط تحتك الخانة اللي دخل فيها المعرف بتاع الصغير، يقول أنا ما عنديش المعرف. وقت اللي ينزل عليها الخانة هذيك يتبع ليزيتاب الكل، وقت اللي كمل يجيه رسالة قصيرة على التليفون متاعه فيها الرقم بتاع المعرف بتاع الصغير متاعه. ويبقى التسجيل عن بعد طريقة الوحيدة لإتمام عملية الترسيم بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، واللي تتعمل حسب زوز مراحل أساسية. مرحلة أولى ندخلوا للموقع inscription.education.tn، كمان نشي تعمير البيانات الخاصة بالتلميذ. نتعدوا للمرحلة الثانية هي استخلاص معلوم الترسيم بالهاتف الجوال من خلال رصيد الهاتف الجوال باستعمال الرمز سمحني نجمة 181 ديس. بالنسبة للإعدادي والثانوي، احنا أطلقنا الخدمة يوم 27 أوت وهي متواصلة حتى يوم 10 سبتمبر. كيف كيف عملية التسجيل عن بعد تشابه لبعضها؟ هذا وتدعو وزارة التربية كافة التلاميذ والأولياء المعنيين لإتمام عملية التسجيل في الآجال المحددة للالتحاق بالمدارس الابتدائية في 17 من سبتمبر الجاري. وفي إطار متابعة توجيه التلاميذ الناجحين في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي والمتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 15/20، تفتح وزارة التربية من جديد خدمة التسجيل للالتحاق بالمعاهد النموذجية حسب طاقة الاستيعاب المتوفرة وترتيب التفاضل لمعدل المتحصل عليه، بداية من يوم الأربعاء 4 سبتمبر على الساعة 10 صباحا إلى غاية موفى يوم الأحد 8 من نفس الشهر على الموقع www.edunet.tn. مع اقتراب موعد العودة المدرسية بدأت العائلات تستعد لاقتناء الأدوات. في هذا الروبورتاج تحدثنا إلى عدد من الأولياء في ولاية القيروان الذين عبروا عن استيائهم من نقص الكراس المدعم ومن ارتفاع أسعار مختلف الأدوات المدرسية مقارنة بالسنة الماضية. مع بدء العد التنازلي لانطلاق السنة الدراسية وكحال السنوات الماضية، طفت على السطح إشكالية نقص الكراس المدعم، كما سجلت أسعار الأدوات المدرسية هذه السنة ارتفاعا يثقل جيوب العائلات ضعيفة الدخل. كمية نتاع الكراسة المدعمة محدودة، ما تنجمش تكفي حتى نهار 15 سبتمبر. مواطنين تتفهم، معناتها يخلي لغيره، هو طالب 10 كي ياخذ، كي نوفر له أنا 50%، معناتها مدعم و 50% سوبر، اللي هذه المواطن حتى رافضها زيادة، حتى 50-50 رافضها، ما نجموش نتعاملوا كي. نجمش يكتب ونشوف لك الكراسة الأخرى، واضح خطها بالبي. أكيد الميزانية برشا، الكراسة غالية. واحنا صغارنا برشا، معناتها مثلا واحد عنده 3 صغار عادش ينجم، عادش يخلط. معنا نسبة 25-30% على عمله. كي نطلب التلميذ نقول له جيب لي كراسة، مش عارف مش ولي خليه هو الشواء، خلي يجيب كراسة كيما يحب هو. المديرة الجهوية للتجارة أكدت أن الكميات المتوفرة من الكراس المدعم ستغطي الحاجيات، كما اعتبرت أن غلاء المستلزمات المدرسية مرتبط بالتوريد وبسعر العملة. الكميات من المفروض معناها هي حاضرة وصارت معناها تقدير للحاجيات اللي يستحقها التلميذ للموسم الدراسي 2019-2020، فما 12% و19%، وهذه يعني عندها مبرراتها وأسبابها الموضوعية، خاصة تتعلق بالمواد المدرسية الموردة، وتعرف فما ارتفاع في الكلفة خاصة تتعلق بسعر الصرف، إلى جانب بعض المواد الأخرى اللي مرتبطة خاصة ب تكاليف الإنتاج متاع المواد هذه. رغم الارتفاع الملحوظ في سعر الأدوات المدرسية، فإن حسن التدبير والاختيار وتجنب اللهفة أمر ضروري. أيضا مع اقتراب موعد العودة المدرسية تتجه الأنظار إلى وضعية بعض المدارس التي تشكو العديد من الإشكالات على مستوى البنية التحتية. في هذا الروبرتاج نسلط الضوء على المدرسة الابتدائية 2 مارس بولاية سليانة، والتي تتطلب تدخلا عاجلا حتى تكون جاهزة لاستقبال تلاميذها قريبا. قبيل العودة المدرسية لا تزال وضعية المدرسة الابتدائية 2 مارس بالأخوات من ولاية سليانة تنتظر تدخلات عاجلة، رغم مطالبة الأهالي بالصيانة واستعدادهم للمساهمة في عمليتها. هذه المدرسة التي يعود تأسيسها إلى فترة ما قبل الاستقلال، اتخذت بشأنها الجهات المعنية قرارا بإغلاق قاعتين متداعيتين للسقوط.
فريق تقني من العاصمة من مركزي باش يطلع عليهم ويشوف يا هل ترى ينجموا يدخلوا معناه يصلحوهم قبل الرونتري سكولير وإلا مش يغلقوهم يكملوا يواصلوا يغلقوهم. وكان فريق معناه خرج من المندوبية تاع اللي لاهي بالبنايات معناه وطلع على الشقوق اللي موجودة ووعدونا أنهم إن شاء الله باش يدخلوا باش يصلحوا حاولنا باش نصلحوا ورموا الكان المدرسة دي وبعثنا كان المتفقد الجهوي مش واحد مش اثنين مش ثلاثة لكن ما ثم حد شيء المندوبية قالت لنا راه ما عندناش فلوس يرحم والديهم جاو تبقى راه ما عندناش فلوس يصلحوا نحاولوا نتعاونوا الناس الكل واللي يحب يتفضل الاخوات بالمدرسه محلوله بالتفاهم مع السيد المدير معنا قالنا تفضلوا مرحبا يجون نتعاونوا بحول الله تونا نلقوا حل. المندوبيه الجهويه للتربيه بسليانة اكدت انتظار تقارير الخبراء بشان مدى تاثير التشققات التي طرات على الجدران مؤكده انفتاحها على المجتمع المدني والمواطنين الراغبين في القيام بالاصلاحات الاوليه. ننتظروا في نتائج الدراسه حتى يكون تدخلنا تدخل ناجع. اثنين هذه القاعه التي نتحدث عنها هي التي تؤثر على سير العودة المدرسية. هذه المدرسة مبرمجة في إطار الاتفاقية مع الفاديس مع هذا البنك لابد أنها تدخل في إطار هذا البرنامج وتهيئتها كبقية المدارس. ويأمل الأهالي أن تسرع الجهات المعنية في اتخاذ قرارات بشأن المدرسة خاصة مع حلول العودة المدرسية. إلى موضوع آخر، ووقفة احتجاجية نفذها اليوم أعوان وإطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس منددين بالاعتداءات على الموظفين أثناء أداء موظفين أثناء أداء مهامهم، علما وأن هذه الوقفة تأتي على خلفية الاعتداء على رئيس الفرقة الجهوية للصيد البري بمطمطة. نفذ إطارات وأعوان المندوبية الجهوية للفلاحة بجابس ومكونات من المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مقر هذه المندوبية. الحادثة هذه تمت وتكررت في العديد من المناسبات الاعتداءات على موظفين اللي أدي الواجب متاعهم. وهذه ظاهرة خطيرة جدا فهمتني على القطاع وخاصة وأن العمليات هذه تجاوزت معنا فهمتني في عدة ولايات. هذه الوقفة جاءت على خلفية الاعتداء الخطير الذي تعرض له رئيس الفرقة الجهوية للصيد البري ومرافقه بمنطقة أم الشياف في مطمطة ببندقية صيد وسلاح أبيض. اعتداء معناها هذه يعني خدمتنا معناها نغموا بها فهمتني تعرضونا معناها زوز موتوات صيادة فهمتني تعدوا لنا معناها بالكرتوش ويربوا العرف معناها يبغض بزو طلقات وتعديد على يعني معناها بس موز بسلاح أبيض وكسروا يدي بالكروس متاع السلاح. العديد من المشاركين في هذه الوقفة أكدوا على ضرورة حماية أعوان مراقبة الصيد البري وشددوا على معاقبة الجنات. اليوم احنا كمندوبية بعد تدخل مع زملائنا ومع المصالح الصحية للقيام بالإسعافات الأولية باش نقدموا قضية لدى السيد وكيل الجمهورية وباش نطلبوا من كل الهياكل المعنية السلطات الأمنية والقضائية باش يتم تتبع الجنات. اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بجابس قرر أنه نقوم بردة فعل احتجاجية أولى على الجريمة النكراء اللي وقعت على اللي وقع الاعتداء على أعوان مراقبة الغابات. نطالبوا بإيقاف الفوري للمعتدين. ثانيا نطالبوا بفتح ملف وضعية مراقبي الغابات. وقفة من السلطة فهمتني لدعم الفرق المتجولة هذه. الاعتداء الذي تعرض له رئيس الفرقة الجهوية للصيد البري ومرافقه جد في ساعة متأخرة من الليل أثناء مهمة لمراقبة الصيد المحظور. ومن جهتها أدانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها اليوم الاعتداء الذي وصفته بالصارخ والذي جد أمس الأربعاء بمنطقة مشيه بمطمطة من ولاية جابس، وتشير الحادثة إلى تعرض رئيس الفرقة الجهوية للصيد البري بإدارة الغابات بجابس ومرافقه خلال الليلة الفاصلة بين 3 و4 من سبتمبر 2019 في حدود الساعة 2 صباحا إلى الاعتداء ببندقية صيد وبسلاح أبيض من قبل صياد عند محاولتهم منعه من الصيد العشوائي أثناء مهمة لمراقبة الصيد المحظور.
وأكدت الوزارة أن مصالحها المختصة قامت بالإجراءات القانونية اللازمة لتقديم قضية جزائية ضد الصياد المخالف، معربة عن مساندتها المطلقة ودعمها لكافة إطاراتها وموظفيها وعمالها الذين تعرضوا للاعتداءات أو الانتهاكات في الفترة الأخيرة وهم بصدد القيام بمهامهم. أفادت وزارة الداخلية بأن مجموعة من الأعوان المنهات مهامهم لأسباب مختلفة كانوا قد تقدموا إلى المصالح المعنية بالوزارة بمطالب تظلم يرغبون من خلالها إعادة النظر في وضعياتهم، نافية قطعيا وجود أي اعتصام أمام مقرها. وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ توضيحي لها إثر تداول بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية خبر مفاده أن أمنيين معزولين ينفذون اعتصاما مفتوحا أمام مقر الوزارة أنه تم بإذن من وزير الداخلية قبول مجموعة منهم وإفادتهم بأن ملفاتهم محل متابعة على أن تتم موافاة أصحابها بمآلها فور البت فيها بصفة نهائية بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات العلاقة. إذن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بيجابس في تنظيم دورة تكوينية لفائدة رؤساء وأعضاء مكاتب ومراكز الاقتراع ضمانا لإنجاح سير العملية الانتخابية. شرعت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بجابس على مدى أسبوع كامل في تنظيم دورة تكوينية لفائدة رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع. ويحتضن المركز الجهوي للتكوين المستمر بجابس فعاليات هذه الدورة التكوينية، وذلك في إطار الاستعدادات الحديثة للاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم. أنا كامل يوم الاقتراع يتكون عليه تكوين يوم كامل إن شاء الله، وخاصة نحن نركز خاصة على مسألة معنا الإجراءات داخل مكتب الاقتراع وغيرها، وفهمتني، ومن بعد تالي بخصوص مسألة العد والفرز للبلتات فوت. وتشمل عملية التكوين مختلف المراحل المتعلقة بيوم الاقتراع من قبول الناخبين إلى مرحلة الفرز من أجل ضمان نجاح سير العملية الانتخابية. فما محاكاة للعملية الانتخابية، فما جزء نظري تكون فيه مجموعة من المعلومات يعني الحاجات النظرية اللي يجب يعرفوها أعضاء مكاتب الاقتراع. وحسب المتكونين فإن عملية التكوين هذه قد حققت أهدافها بالنسبة إليهم. الدورة هذه مهمة برشا على خطر أضفتنا برشا حاجات، تكوننا في كيفاش الاقتراع، في شنو نعمل وقت الفرز، أضفتنا برشا. وللإشارة فإن هذه الدورة التكوينية قد انتفع بها قرابة 2000 من الأعضاء والذين سيؤمنون العملية الانتخابية على مستوى ولاية جابس. نبقى في الشأن الانتخابي، والجدولة الموازية للأصوات هي المنهجية الأساسية التي ستعتمدها شبكة مراقبون خلال يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي تعتمد معاينة دقيقة لإجراءات فتح المكاتب وسير عملية الاقتراع وغلق المكاتب وعملية الفرز، وتمكن أيضا من إصدار إحصائيات تمثيلية على الصعيد الوطني. كما أعلنت شبكة مراقبون خلال ندوة صحفية أنها ستعتمد أيضا برنامجا ثانا لملاحظة الحملة الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار مشروعها رصد 2، وذلك بمتابعة ورصد حضور المترشحين للانتخابات الرئاسية على شبكات الاجتماعية بصفة يومية. الهدف من العملية هذه هدفين كبار. أول حاجة تعزيز ثقة الناخب ومد المواطنين والإعلاميين بنتائج سريعة حينية في نفس النهار من الصباح، نبدأ نعطيه في النتائج أول بأول. نحكي نتائج تهم فتح المكاتب، نتائج تهم نسبة المشاركة، نتائج تهم الأحداث العنيفة أو الأخطار اللي صارت، أو حتى توقيف متاع عمل متاع مكتب المكاتب. يعني هذه النتائج مش تكون عنا أول بأول، وبالطبيعة في آخر النهار وبعد غلق المكاتب مش تكون عنا فكرة عن النتائج الفرز. ونختم بالمهرجان الثقافي الدولي بمدنين، والذي أمن في دورته 40 عددا من العروض المسرحية والموسيقية. كان لأبناء الجهة شرف تأمين عدد منها بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأسماء العربية. في الدورة 40 والأولى دوليا لمهرجان مدينة الثقافية، عروض متعددة أثثها أبناء الجهة من الفنانين المختصين في المسرح والسينما والموسيقى
في توجه تعمل إدارة المهرجان على تركيزه منذ سنوات عديدة. المدنين الثقافي في إعلان دورته الوطنية هو مزيج من العروض التي لها الطابع الدولي، ولكن أيضا هو فرصة لإدماج أبناء الجهة. تقريبا في 3 أو 4 عروض يشارك أبناء الجهة، ثمنا إنتاجات أبناء الجهة شاركوا إما مع فنانين من خارج الجهة أو بعروض خاصة بهم. الإلكترو طايح الناس ما تعرفوش، هو مزيج ما بين موسيقى تونسية تقليدية أن كانت بدوية ومالوفة وحضرية مع الإلكترو، مع اللي موفونس اكتويال جدد متاع الشباب متاع اللي يسمعوه اليوم الناس في الموسيقى في العالم بصفة عامة، ومحاولة أنه نخرجوا الموسيقى التونسية متاعنا للخارج. مهم جدا أنه تكون على مسرح مدينة دولي في الإديسون الأولى، ومهم أنه تكون مع مجموعة طريفة نوعا ما، يعني كما زياد الزويري اللي هو عازف عالمي يكون موجود في المدينة، ونكون أنا ود الجهة كضيف معاه، هذا يشرفني كبير وشرف المدينة يكون نوعية العروض هذه موجودة في مهرجاناتنا. جمهور المهرجان تفاعل أيضا مع هذه الاختيارات. دونك هذه فرصه لبناء الجهه ولغيرهم العباد باش يشاركوا وباش يلقاو فرصتهم وباش يتعرفوا على المهرجان كما يلفو. ان شاء الله معنا تتعم المبادره هذه ويزيدوا يبرزوا اكثر ولاد الجهه ان شاء الله. على مدى اسبوعين استمرت هذه الدوره الجديده للمهرجان الدولي الثقافي بمدينه مدنين بين العروض الموسيقيه والمسرحيه والفنيه من مختلف جهات البلاد وخارجها. هكذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشر، نذكركم بالعناوين. قبل العودة المدرسية نقص في الكراس المدعم وارتفاع في أسعار المواد المدرسية ودعوة بالتدخل العاجل لصيانة مدرسة 2 مارس بسليانة. في جابس وقفة احتجاجية لإطارات وأوان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تنديدا بالاعتداءات على موظفين أثناء أداء عملهم ودعوة لحماية الفرق المتجولة للغابات. المهرجان الثقافي الدولي بمدنين في دورته 40 وطنيا والأولى دوليا، تنوع في العروض والمسرحية والموسيقية وتألق للمواهب الشابة. ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في الختام إليكم مني أجمل تحية، إلى اللقاء.